السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مملكه ياسمينه للنواعم. اليوم جينا بوصفه جديده، رايحين نديروا الكيك المحلات، يعني الكيك اليومي، مقادير مضبوطه ان شاء الله، ويجينا خفيف وناجح من اول مره مع اسرار نجاح الوصفه. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. مقادير وصفتنا لنهار اليوم، راح نحتاجوا 2 كاس من الفرينه او طحين الابيض. الكاس المستعمل هو 220 مللتر. كميه الفرينه راح تبقى لنا على حسب الخليط، قادرين نستعملو اقل قادرين نستعملو اكثر، يعني على حسب نوعية الخليط وعلى حسب اذا ضاعفتو الكمية. عطنا نصف كأس من السكر، نصف كأس من الزيت، رشة ملح، عطر الفانيلا، ملعقة كبيرة من الخل، 2 بيض، كيس خميرة الحلويات وزن 10 غرام، علبة ياغورت من بذوق الفانيلا. هنا إذا ما عندكمش الياغورت بذوق الفانيلا، استعملوا نصف كأس من الحليب بدل الياغورت، يعني ويبقى لكم اختياري. بصح كي ديروا الياغورت راح يكون أحسن، لأنه الكيك تاعكم راح يجيكم كيشغل مشرب، يعني يجي بنين. أول حاجة حنحكموا الفارينة أو الطحين الأبيض، راح نغربل الفارينة 3 مرات باش تدخلها كمية كبيرة من الهواء، والكيك تاعنا يجينا خفيف. راح نبداو في الخليط. عندنا عطر الفانيلا مع رشة ملح، راح نضيفوا عليه كمية البيض اللي هي 2 حبات بيض فقط، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناة على المواصلة. والوصفة مع المقادير مكتوبة بالتفصيل في صندوق الوصف. هنا اول حاجة راح نخلطوا الخليط تاعنا، احسن شيء نخلطوه بالباتور اللي هو المضرب الكهربائي، يعني احسن من المضرب اليدوي. حنضيفوا كمية السكر اللي هي نصف كأس من السكر. هنا المضرب الكهربائي حيعطي قوام خفيف احسن من المضرب اليدوي، لانه فرق في السرعة. هنا حنخلطوا الخليط، ولكن اذا ما عندكمش المضرب الكهربائي استعملوا الفوي عادي جدا. خلطوا الخليط تاعنا حتى يضعف الحجم، يعني كي شغل راح نديروا الجينواز، حتى الخليط تاعنا يولي ابيض وجاي شوية ثقيل، يعني نخلطوا حوالي مدة 3 دقائق إلى 4 دقائق. يعني من الأحسن أنه تستعملوا الباتور باش الوصفة تجيكم خفيفة وتجيكم مثل الوصفة اللي راني ندير فيها. هنا كما راكم تشوفوا قوام الخليط وبدأ يثقال ويضعف حجم تاعو، لأنه دائما نعرفوا كيما الجينواز راح تتضاعف الكمية اللي درناها باش نتأكدوا من نجاح الوصفة. شوفوا القوام اللي راحين نتحصلوا عليه. هنا حنبداو نضيفو كمية الزيت تدريجيا، يعني ما نضيفوش المكونات كلها مع بعض، نضيفو الزيت تدريجيا باش نحافظو على الهواء اللي يكون في الخليط والخفة اللي تكون في الخليط، يعني نضيفو الزيت بمراحل متقطعة، والزيت ممكن نضيفوها بكميات قليلة. هكذا حتى نكملوا كل كمية الزيت. هناك بعد ما كملنا كل كمية الزيت بهذه الطريقة، يعني كما قلت لكم نضيفها على مراحل متقطعة وبكميات قليلة باش العجينة تاعنا ولا الخليط ما يهبطش وتروح منه كمية الهواء. لازم نحافظ على كمية الهواء اللي تكون فيه، هذيك هي اللي حتمد خفة للخليط. هنا حنضيفوا علبة الياغورت بذوق الفانيلا، تقدروا تستعملوا اي نكهة نتوما حبيتوها. وهنا اذا ما توفرش عندكم الياغورت كما قلت لكم استعملوا ربع كاس من الحليب، نستعملوا ربع كاس من الحليب بدل الياغورت الطبيعي، الياغورت بذوق الفانيلا. هكا ونزيدوا نخلطوا كل المكونات مع بعض، يعني كل ما نضيفوا مكون نخلطوا المكونات مع بعض. هنا فقط اذا ضفتوا ربع كاس من الحليب ضيفوه على مراحل متقطعه، ماشي مره واحده. الحليب نضيفوه كذلك على مراحل متقطعه اذا استعملتوا الحليب. راح نضيفوا ملعقه كبيره من الخل. الخل حيكون الدور تاعو محسن للخليط، يعني في بلاصه ما نديروا المحسن نديروا الخل. هكذا وحيكون الخليط هذا واجد وجاهز. هنا هذه هي الفرينة اللي غربلناها، راح نضيفوها تدريجيا ونشوفوا قوام الخليط. هنا من الاحسن انه كي نبداو نخلطوا بالملعقه احسن من الفوي والاحسن من الباتور، يعني عمرنا ما نديروا الفرينه ونخلطوها بالباتور، راهي كل المكونات اللي درناها رايحه، كل الطريقه اللي درناها مع الاول رايحه تروح، والقوام الخليط الكيك راح يجي ثقيل. هنا من الاحسن انه نخلطوا بهذه الطريقه كيما نديروا في الجينواز، دائما من الاسفل الاعلى حتى تمتزج الفرينه ونتحصلوا على القوام اللي حبينه.
وكمية الفرينة تبقى لكم على حسب الخليط وعلى حسب البيض درتوه كبير ولا صغير، يعني على حسب الخليط اللي عندكم. المهم تتحصلوا على قوام ما يكونش ثقيل بزاف باش الكيك تاعنا ما يجيناش ثقيل ومعجن، وما يكونش سائل بزاف باش الكيك تاعنا ما يتنفخش وما يطلعش. هنا هكذا حتى نتحصل على القوام اللي رانا حابينه، قلت كما قلت لكم ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف بزاف، ودائما نضيفه تدريجيا، يعني نضيف الفرينة بمراحل متقطعة. راني ضفت كيس من خميرة الحلويات وزن 10 غرام. شوفوا قوام الخليط اللي رايحين نتحصلوا عليه، يعني ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف، هذا هو قوام اللي راح نتحصلوا عليه ويخلي الكيك تاعنا يجينا خفيف. يعني هنا استعملت حوالي كأس وملعقتين كبيرتين من الفرينة او الطحين الابيض، استعملت كأس وملعقتين. هنا بقى لي حوالي كأس الا ربع من الفرينة او الطحين الابيض. هذا هو القالب اللي حنستعمل فيه، كنت مسحته بالقليل من الزبدة، درت له ورق الزبدة لانه شوية يلصق لي، وزدت فوق ورق الزبدة درت الزبدة كذلك باش نتأكد بلي الكيك تاعنا ما راحش يلصق. شوفوا قوام يعني الكيك الخليط الكيك، يعني قياس الصينية هي 23 على 11، 23 على 11. راح نخليكم القياس بالضبط في صندوق الوصف لاني نسيته شوية، راح نخليه لكم في صندوق الوصف مع الوصفة مع الوصفة والطريقة. هكذا راح نخطوه شوية فقط باش يستوي السطح. هنا حنجيبو ماء بارد، راح نديرو سكين باش يجينا الشق اللي يكون في المنتصف، يعني الشق اللي يكون في كيك المحلات راح نديروه فقط بالسكين بهذه الطريقة. هنا باش تصير نجاح الوصفة لازم ندخلوه للثلاجة لمدة 10 دقائق، من 5 دقائق إلى 10 دقائق، يعني باش تبرد الخليط تاعنا يبرد، وكي ندخلوه للفرن يصرى هذاك الشوك بين البرد والسخون راح يخلي الكيك تاعنا يطلع وينتفخ ويجي خفيف ويطيب كذلك في المنتصف. وثالث من اسرار نجاح الوصفه انه الكيك هذا انه ما يطيبش على درجه حراره 180 درجه، راح يطيب على درجه حراره 150 درجه، يعني من 150 على الاكثر حتكون 160 درجه، حيطيب بين 45 دقيقه وال 55 دقيقه، يعني ما يطيبش اقل من هذا الوقت. هنا بعد ما تفوت عليه نصف ساعه نقدر نفتحوا عليه الفرن، يعني قبل نصف ساعه ما نفتحوش الفرن لانه الكيك راح يهبط ويجي وما ينجحش معانا. هكذا بعد ما ندخلوه للثلاجة رايحين نخليه مدة 10 دقائق، ومن بعد ندخلوه مباشرة للفرن تلقاو نشوفوه واجد. هنا هذا هو الكيك، هذا وين ناحيته راح نخليه يبرد شوية في المول هذا باش نقدر ننحيه. بعد ما يبرد راح نتلقاو ونشوفوا الوصفة واجدة. هنا بعد ما ديمو لينا ونحيناه من القالب او المول مسحته بالقليل من العسل. تزيين تقدروا ديروا اللوز، تقدروا ديروا الكاوكاو، تقدروا تخليوه هكذا، يعني اختياري انتوما واش حبيتوا. تبقى لكم التزيين اختياري، مسحته فقط بالقليل من العسل وخليته. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناه على المواصله نتلاقاو في وصفات اخرى باذن الله، والى الملتقى. اذا حبيتوا وصفات اخرى من هذا القبيل اكتبوا لي فقط في التعليق في أسفل الفيديو. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك واللايك والاشتراك. نتلقى في وصفات أخرى وإلى الملتقى.